حاج ابراهيم من الغربيه، اتفضل. ايوه تحت امرك. حضرتك على الهواء، اتفضل، انا اللي تحت امرك. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح؟ ايوه يا فندم. طيب يا استاذ سامح، عندنا ترعه اسمها ترعه السرجاني، المحل الكبرى. السرجاني في المحله. ترعه السرجاني عارفها؟ ايوه. ترعه السرجاني ديت الامتداد بتاعها حوالي من 3 كيلو ونص ل 4 كيلو. ايوه. الزفون ورد النيل والزفون يعني سوى الطريق دلوقتي، طلع الطريق. طب يعني انا عايز اعرف دي دي تطهيرها المفروض تبع الري ولا الجمعيه؟ هي دي لا تعتبر لا مش خصوص. الجمعيه، هو بتيجي كراكات الحادثه، بس الكراكات تقريبا انها بتاعت مقاول. ما ايه، هو المقاول جاي بيشتغل ببلاش ولا جاي يشتغل هديه للناس؟ لا بيشتغل بفلوس بس ما نعرفش هو ما مين اللي كان بيجيب المقاول ده كل مره، الجمعيه ولا الري؟ لا مش تبع الجمعيه، ده هي تبع الراي. طبعا الراي. دلوقتي حالا نتكلم وكيل وزاره الراي، لان ورد النيل بقت من المشاكل اللي خلاص قربنا ننساها. يعني ورد النيل ما هوش صعب زي زمان، ده في مكافحه بيولوجيه وفي مكافحه ميكانيكيه، فاحنا ليه يعني لا ده انت لو حضرتك شفتها يا سامح بيه، لو شفت المنظر غريب الشكل. طب دلوقتي حالا هنكلم وكيل وزاره الراي، انت معاك موبايل تقدر تصور بيه ورد النيل اللي عندك؟ هصوره ومعاك لحضرتك، بس مش دلوقتي، مش النهارده، بكره ان شاء الله هصوره ومعاك لحضرتك. ماشي، وانا هذيع صوره اللي هتبعتها لي. ايوه، وهكلم وكيل وزاره الري، ولما يتم التطهير برضه ابعت لي الصور بعد التطهير. حاضر حاضر، وانا عينيا الاثنين. ليك عندك مشكله تانية عايز تقولها؟ والله فيها عزبه اسمها عزبه البرمون على الترعه، سوى المجاري بتاعتها الترنشات مفتوحه في الترعه. مفتوحه الترنشات. عزبه اسمها ايه العزبه؟ البرمون. حاضر. البرمون. البرمون، ايوه. ايوه. اصل انا جيت عندكم كتير على فكره، فالاسماء دي وربنا يوفقكم، من اجمل الاماكن في مصر وفيها خير، نحافظ عليه بقى. فيها خير والمنطقه حلوه، بس احنا ما حدش شاف حضرتك عندنا هنا. اجي لك مخصوص. لا ده انت شرفنا والله. الشرف ليا. الشرف ليا. انت شرفنا. الشرف ليا، بشكرك. الحاج ابراهيم من الغربيه. يا جماعه، كل المشاكل اللي احنا بنسمعها وبنتكلم فيها مع المشاهدين، جزء كبير جدا منها سببه اخلاقيات وسلوكيات. اخلاقيات في العمل، اخلاقيات تجاه المجتمع، اخلاقياتنا واحنا بنتعامل مع مواردنا. نحافظ على تاريخنا ونصون بلدنا. كلها امور ثوابت ما كناش نقدر نتكلم فيها، ما كناش نقدر نشوف ان فيها تعديات بهذا الشكل الصارخ. زي ما بنحتفل بثوره يوليو، بعد ثورة يناير احنا يعني شفنا تعديات بشتى الصور، فعاوزين ننتبه شوية احنا رايحين لفين بسبب اخلاقيات.